يسعد اوقاتكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناه مهتمه باخبار المال المشفره. بهالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن عمله تيرا لونا كلاسيك والاشاعات اللي طلعت عن زياده في التوتال سبلاي الخاص بالعمله. طبعا بالفيديو راح ابين عدد القطع السابقه والعدد القطع الحاليه وشو اهداف العمله. اما بس فيديو اصدقائي بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفره. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي اذا ندخل حاليا على لونا كلاسيك بورنر اونلاين، طبعا بنشوف انه عدد القطع العملة 6 تريليون و871 مليار قطعة، وطبعا السيركوليشن سبلاي 6 تريليون قطعة. طبعا في بعض اشخاص تواصل معي قالوا لي انه عدد القطع السابقة كانت 5 تريليون و900 مليار قطعة، يعني زادت عدد القطع تقريبا 1 تريليون قطعة. انا بصراحة تفاجأت لاني انا بتذكر عدد القطع 6 تريليون قطعة. دخلت على الفيديوهات السابقة اللي عملت عن حرق عملة تيرا لونا كلاسيك وشفت عدد القطع السابقة. طبعا احفظ معي الارقام، 6 تريليون اللي هو المعروض للتداول، و 6 تريليون و870 اللي هو عدد القطع الاجمالية او التوتال سبلاي العملة. خلينا نشوف الصورة مع بعض. عندي هذا الفيديو اصدقائي مصوره من تقريبا 6 شهور. هذه هي الكمية التي ستحرقها منصة باينانس غدا من عملة لونا كلاسيك. طبعا اجمالي التوتال سبلاي 6 تريليون و900 مليار قطعة، يعني اكثر من عدد القطع الحالية، يعني تم حرق الى حد الان 20 مليار قطعة، ما في اي زيادة بالتوتال سبلاي. والسيركوليتنج سبلاي او سيركوليشن سبلاي 6 تريليون و595 مليار قطعة، يعني تم تجميد 600 او 595 مليار قطعة تم انقاصها من المعروض للتداول. كان المعروض للتداول 6 تريليون و595 مليار قطعة، حاليا المعروض للتداول 6 تريليون صافي، يعني عندي 585 مليار قطعة متجمدات، ممكن هالقطع تروح لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك، يعني ممكن عندي 500 مليار او 580 مليار ذهب لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك، وهذا شيء ايجابي جدا جدا جدا، وممكن نشوف صعود كبير بالعملة. لكن لحد الان الصعود عندي صعود متواضع، لكن متوقع يصير بومبات على العملة. العملة مجرد ما تخترق موفينج افرج 200 اللي هو عند منطقة 0.3015 ممكن نشوف العملة بمناطق 17 و19 وال20. هاي مقاوماتي على العملة. انا حاليا موجود عند ترند، متوقع كسر هالترند خلال 24 ساعة القادمة، وبعدها نشوف صعود كبير للعملة. طبعا انا لما بتكلم اصدقائي عن ارتفاع عملة تيرا لونا كلاسيك، انا ما بتكلم على الاشخاص اللي اخذوها بال 0.3025 او 30 او 35، انا بتكلم على الاشخاص اللي اخذوها معي بالقاع. انا تكلمت لما كانت بسعر 0.3013، طبعا نصحت الناس انه يشتروا من هاي العملة بهداك السعر. نحن بنستخدم عملة تيرا لونا كلاسيك للمضاربة، ما بستخدمها للتخزين وما بنصح فيها لتخزين، لاني العملة كان عليها مشاكل بالسابق، ممكن ترجع تصير عليها مشاكل مرة تانية، لاني سقط المزيد من القطع غير متوقف، يعني ممكن تتم زيادة في توتال سبلاي وسيركوليشن سبلاي. لكن الى حد الان عندي نقص سيركوليشن سبلاي، ما في عندي نقص بالتوتال سبلاي، نقص 20 مليار اللي هي تم حرقها من طريق منصة باينانس وضريبة الحرق. تم انقاص سيركوليشن سبلاي من 6 تريليون ونص الى 6 تريليون صافي. هاي شيء ايجابي جدا للعملة. ما في عندي اي زيادة حاليا، لكن القطع قابلة للزيادة، وهذا الشيء سلبي على العملة. ممكن ترجع تزيد عدد قطع عملة تيرا لونا كلاسيك، لهيك نحن بنستخدم عملة تيرا لونا كلاسيك للمضاربة، يعني أنا بقدر بدخلها بالسعر الحالي، بقدر بدخل بالعملة بالسعر الحالي، وبعد أحقق ربح تقريبا، خلينا نشوف أمامكم على الهدف الأول ممكن أحقق ربح تقريبا 15%. أنت إذا بتشتغل سبوت وبتحقق ربح 15% خلال 24 ساعة أو 48 ساعة فهذا أمر كبير جدا. وإذا بتشتغل فيوتشر فأنت هيك عم تحقق ربح تقريبا 300%، إذا بتشتغل برافعة مالية 20x. طبعا على الهدف الثاني عندي مربح تقريبا 25%، وعلى الهدف الثالث عندي مربح تقريبا 35%. انت اذا بتشتغل سبوت وبتحقق خلال مدة قصيرة 35% من راس مالك، اذا كان معك 10000 دولار او 20000 دولار وتحقق 35% خلال فترة قصيرة، هذا شيء عظيم جدا لاي متداول. من الصعب ان تحقق هاي المبلغ او هاي النسبة بالعملات التانية، لهيك انا بستخدم عملة تيرا لونا كلاسيك للمضاربة اليومية وجني الربح اليومي.
ما بتكلم مع اشخاص اللي اخذوها بالقمه، هذا قرارك الشخصي، اذا اخذتها بسعر 20 او 25 او 30 هذا قرارك الشخصي. بهاي العمله التزم بستوب لوز. حاليا انت بتحب تدخل بعمله تيرا لونا كلاسيك، التزم بستوب لوز عند منطقه 0.3 اصفار 14.9، يعني مجرد ما نكسر الدعم العمله قابله لكسر الدعم. طبعا هذا عباره عن تحليل العمله السعوديه، تمام، الا اذا كسرت الترند اللي هو عند منطقه ال 15. مجرد العمله بتكسر منطقه ال 15 وتقفل تحت هاي المنطقه، طبعا انا بخرج من العمله وبخرج من صفقاتي. لكن اذا شفت ارتداد من هاي المنطقه فانا ممكن اروح لمقاومات التعليق. لهيك العمله لحد الان علي حرق نوعا ما، تجميد تقريبا 600 مليار قطعه، فهذا امر عظيم جدا. ممكن 600 مليار قطعه يروحوا لحرق عمله تيرا لونا كلاسيك وتنقص من التوتال سبلاي، وهذا الشيء بيؤدي الى ارتفاع كبير وفوم كبير على العمله. طبعا كيف عرفت انه انقطع؟ لحد الان ما انحرقوا، تم ازالتهم من المعروض للتداول، لكن لم تتم الزياده او النقصان في توتال سبلاي. طبعا يا اما ننتظر تحديث الكوين ماركت كاب، لكن في عندي موقع لونا كلاسيك بورنر اونلاين بيعطيني الارقام الصحيحه حتى قبل ما يحدث كوين ماركت كاب. التوتال سبلاي لحد الان ما في عندي نقص ال 600 مليار قطعه. لما بينقص التوتال سبلاي 600 مليار قطعه، انا بقول انه 600 مليار قطعه اللي راحت من السيركوليشن سبلاي وراحت من التوتال سبلاي، معناتها ال 600 مليار قطعه تم حرقها. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المضرب. مع السلامه ودمتم بخير.